مباراة عادية بالنسبة لي، عمري ما كبرت مباراة خاصة للدربي. بالنسبة لي أنا جي جوي دي ميلي دي دربي، معناتها كونترير، معناتها الشحن لا معناتها ما نشحنوش، معناتها با دي موتيفاسيون دو بلوس. السيونس دونترينمون كوم دابيتود، كل شيء كوم دابيتود. بالنسبة لي مباراة عادية ما تخرجش عن نطاق هذا. كوتش يعني من بعد بي فوتر اريفي زعما كاين الفريق وداد البيضاوي، يعني فوز افي اونتامي اون ريمونتادا سي اون بو دير دو با دو كلاسمون جوسك او دو كلاسمون، يعني واش يعني الهدف ولا قابل السنة؟ والله كوم جو لي دي ا مانتربريز جي با، ما عنديش اهداف، معناتها ميم سي جي كومونسي افيك الوداد ولا افيك نابورت كيل كلوب، بور موا جي بونس ان ماتش كي دوفون توا اسي دو ريكولتي لو ماكسيموم دو بوان، كو سوا ان بوان او تروا بوان، اي سي تو. والبقيه ما تجيب طبيعتها. بور موا مون اسبري سي توجور كومون بيرفيكسيوني ليكيب، كومون دوني لو بلوس ا سيت ايكيب. هذاك كومون جي ريفليسي، كومون جي بونس. جي جامي بونسي او ريزولتا او تيتر، سيرتينمون لو غران كلوب جو لو بريمي رول، سا سي سور. مي فو جامي ميتر دون لسبري دو لا دي جوار كو نو فو غاني. نو با تي تو، فو بيان جوي، فو فير فوتر رول، اي سي تو، سي تو سكو جو ديموند. لا جي سوي اكزيجون انفير مي جوار في لو روندمون. Pas le résultat. Le résultat, j'ai dit, bien, si on ne joue pas bien, on ne se donne pas à fond, bien sûr, le résultat va être salbi. Je pense que c'est la ligne d'attaque, la ligne d'attaque, c'est l'Argentin. C'est l'Argentin qui va jouer, je ne sais pas encore, mais à 80%, c'est Alejandro qui va jouer. Le frère Koudad Bidaoui, il est arrivé à le bas du classement pour le sommet. Quel est l'état d'esprit qui fait le frère, qui fait le particulier, qui fait le bas du derby. Alhamdulillah, fa ayi la'ib fa kitmna la'ib mubara'at min hada al-hajm. Mubara'a jid muhima bilnisba lina, fa lazem annana nahqou fi natijat al-fawz wala ghayr. Fa kanzun jami' al-la'ibin 'arifin al-mas'uliyya li mulqat 'ala al-'atiq dialhom, fa diyana al-'adid min al-mubara'at. مباراة جد خاصة بالنسبة لنا، لأننا كنتساووا في النقاط الآن مع فريق الرجاء الرياضي. احنا كنطمحوا أننا نحققوا الانتصار باش نزيدوا نقربوا أكثر من فرق الصدارة. فما حد باقي حسابيا، أننا باقي يمكن لما لا باقي يمكن نتوجوا باللقب. فغنبقاو نلعبوا على الحظوظ ديالنا حتى لآخر رمق، ما نزلوش يدينا. فكنتمنوا يوم المباراه فنكونوا مركزين ونعطيو كل ما في جهدنا ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش نحققوا واحد الانتصار اللي نسعدوا به انفسنا ونقلصوا في النقط مع فرق الصداره ونفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. يعني شنو كيمثل لك الديربي وشنو هما المعنويات ديالكم قبل ما قبل مباراه الديربي؟ الحمد لله معنويات ديال اللاعبين الحمد لله في تصاعد. المقابله يعني جات في الظرفيه هذه. الديربي عنده واحد النكهه ديالو، لا من الصحافه لا من اللاعبين لا من الجمهور. نتمنى ان شاء الله هذه المقابله نحصلوا فيها على ثلاث نقاط اللي تخلينا اننا نزيدوا نتسلقوا المراتب باش نحسنوا من الترتيب ديالنا، ونحاولوا اننا نخليوا الفريق انه يلعب شي تظاهره افريقيه ان شاء الله الموسم الجاي ان شاء الله. يعني مدرب فوزي بن زرتي، يعني شنو هو الطريقه الجديده اللي جابها اللي خلى الفريق يعني يزيد قدام ويربح يعني لي ماتش؟ الحمد لله اللاعبين يطبقوا التعليمات ديال سي فوزي. هذا الشيء اللي نتج عليه اننا تنسجلوا اهداف كثيره. صراحه ما سجلناش في واحد جوج مقابلات، ولكن الحمد لله اللاعبين دار كل موقف وعرفوا ان خاصنا نطبقوا التعليمات بالحذافير ديالها اللي تخلينا اننا نسجلوا ونركزوا امام المرمى. استغلنا على هذا الشيء في لونتريمون. الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى في خلال المقابلات اللي فاتوا وسجلنا اهداف. هذه المقابله غادي تخلينا اننا نفوزوا بها ان شاء الله باش نرتقيوا للمراتب الاولى.